تسخد ما تبوجي ريح ما براشي كل يوم شي جي يحكي على غاشي بابا تمر الزان يما تطراش أبنات ستيلين ولدي حراش شعواتي لي رقلي رفريكات في الفيلاتي دي جيناك معفوص حلقة تجيب حلقة حكاية من الاخبار كيف وليت بحاجة مرمار سمحي لي بصح صامت صامت راج انا بالي عاقل والله الي جونتي على هنا قلت لك قبيح هذا بالي بلي جونتي بصح كثر انا ما وصاوه وعلاش واش دار لك ايماجين توا نطلع في دروج نلقاه نهبط في دروج نلقاه نحكم لاسونسور نلقاه خاص غير يخرجني من لابواط ولاتر واش ديري سي تان فوزا هذا يا جارك على بالي بلي جاري بصح غير المحبه اللي ماشي بالسيف شوفي بصح من مروج ديما ماشي مليح شويه في راسو نحسو شويه مريض ماشي مريض ماشي مريض هو يحب يتمهبل ايماجين توا كل ما تلاقى به كل ما تلاقى به يقول لي مس الخير جارتي ويغني لي واش مغنى هذاك هذاك القديم شوفي خطر يغني لي خطر يعطي لي ورقه خطر يجبد لي ورده عبك بزاف ومن كيما خرجها نحب نتنفس نخرج البالكون ولا نصيبه هو تاني خرج من البالكون ويقابل فيا دوكا واش ديري على بالي واش ندير نقول خويا حميد غير خطك غير هاد العفسه نحيها من راسك باسكو كنت راح تقولي لحميد حميد يروح ليه ويضربو غبينتي جاري ليليا ليليا انا ما تزوجيش بيا مشيش باب انايا واش خاصني حبيت انا نكبر معاك ليليا لقني عمي حكيم مال خير واش راك لاباس لاباس مليح الحمد لله عمي حكيم ياك صباح سلمت عليا وليدي متوحشك عمي عطيني نفد عليك عمي حكيم خلي عمي حكيم دق على باب الحمد لله عمي حكيم ماك تشوف ملاح هاك تشوف واش كاش نشاط كاش خدمه عمي حكيم موهبه كاين الصوت كاين يعني هو معرفه واش حدير لازمك تشغل دا وليدي الله يطلع على قلبي عمي حكيم ماني حاب نستبيت وها لازمك الخدمه ولازمك الدار باش تستبيت نقاو بنت الحلال بك عمي حكيم نقاو بنت الحلال بك معليش هذا ما كان جوز عمي حكيم جوز عمي حكيم صحيت هذه اللي يقول لك شعاب لا شبعه الذراري عندي الذراري بصح كي نحوس عليهم ما نصيبهمش واش كاين ثاني كيف واش كاين واش كاين ولادك هذوما وقت الفطور نصيبهم هنا يخوفوني فوق الطابله بصح كي سحقيتهم يعاونوني ما جاوش تبهديله ما تقوليش فاطمه برك شافتك من الطاقه خليني من فاطمه تاعك هذه فاطمه تي وسوساتك وانا ما هيش الرياضي يعاونك نعيط الرياض الرياض هو ويعيط لي باش نعاونو ايوا فينال واش كون نعاونك لازمو ست ولاد بوعلامه شكون منهم مالك؟ لا لا هذاك طفل وش البراءة هذاك رشدي ولا واسمو هذاك رشدي رشدي هذاك الصامت هذاك اسمعي نعرفك كي تبداي ديري هكذايا بديتي تاكلي له في لحمه حرق الجوامع لا لا صامت شويه برك علاه لعبتي معاه دومين ليلي مسكينه مهبلها في الدخله صباح الخير في الخارجه مس الخير ومن بعد هذه ما التربيه مربي انا ثاني نهوت في الباتيمون كاع يقولوا لي صباح الخير نقول صباح الخير صباح الخير بالغنا نسيتي وليدك حميد يطلع لي بدحمه الحراشيه برطي بعمر الزاهي صح هو الورد اللي جابو الورد على بيه ويخص الورد في الجنينه هو يصبر فيه ولا نزبرو انا ماشي عدوك ربي 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 هاد الوردة جارتي واش راكي لاباس لاسونسور طولت اليوم على بالك حبيت قاع تهبط دوك نعيط لها لاسونسور هبطي هاد الوردة ما لقيتش من عندها مولاتها قاع ما حبش تبان لو كان نلقاها يما يا جالتي يا جالتي واحدة ما تديني عليك هيا راحت ياه نجيبها
بخير، طولتي شوية. قلت لك منين نجيبك؟ ها عمي حكيم. يا وليدي خليني رابطه وين؟ جياحة هذه. اسمعني عمي حكيم. ما تقوليش الوردة هذه نحيتها من جد. لا اجتمع عندها عم يزيد. اسمعني عمي حكيم. تصبر انا صبرك. اسمعني عمي حكيم. الحقتهاش. معليش حطها لها هنايا. يا بيت خوش تلقاها. تسمى ما آمنتناش. أني نقولك لقيتها لاصقة في الباب، شفتها بعيني. لو كنت هكا حتبيح شهر تاع رمضان كومبلي وانت تتمه بلا قدا والناس تشوف فيك تلفزيون، ها ما تحشمش. جايبني لهنا وتقول لي رينيون إرجو على جال الوردة لقيتها لاصقة في الباب. كان عطاوك بيجيب لك شقافة مليحة ناكلو الخبز. انا لا باليش كون طيحها. شكون؟ ما نقدرش نقول لكم صح. مالا انت راك مع مول الورده يا خو. هي جينيرالمون سحور يبدا هكذا على بالك. فاش يسحبوك انت؟ هذا ما تعرفش تهضر. فاش يسحبوك؟ عينك زوقه شعرك صفر. انت فاش يسحبوك؟ ضيعت دراهم انت وكان يسحبوك. هاكو غير تخلطوا على بالكم. انا عندي انا بالي شكون حط اللي حطها. يا هذا شكون؟ صح ما نقدرش نقول لكم. ما لا سكتنا يا خو. ديجا رقد مانيش نرقد على بالك والحمي قاع ياكل. نعمك ياكل واحد دوش بالك عندك كارت جولة ما دوشتش. والله ماني مليح يا اخو. انت ملي كنت صغير ماشي مليح بك. حنا ما حبيناش نقولوا لك باش ما نحشموكش. هذا ما كان. يا مالا هكذا انا خلاص انا على بالي وندي الوردة هذه. حتكي لا بوليس؟ لا نديها للجامع عند الإيمة. هلا لاين فساد ديالو؟ لا يا اخو نديها او ميم طون نحي لي تقاف ويزيد يرقي لي وخلاص. هلا شفتك دوك انا نعطيك حل شباب. شحال فيك الطول؟ 190. اعطيها له تشوف. كرت بالك عليها. ما تعييش احفر انت قيس 190 كي يدخل او متر بغرسها له. خلاص انا ديت لي ديت دوك نقول لكم شكون اللي حطها. شكون؟ رشدي. رشدي ولد بوعلام؟ هو جارنا اخو. واش دخل رشدي؟ ما فهمتش. حطها لواحد في الدار. ديجا وحده كاع نوحده. دوك فاهم روحك واحد ولا وحده؟ وحده ديجا ليلي كاع. واش تخلي لي مع وجدي؟ ما فهمتش. ياك تعرف هاي خرج. هاي خرج علي. هاي خرج علي. هاي وليتو متحشموش كاع نوقا وبوقا. يما تيما ولا كلام طايح عادي في الدار هادي. خويا حبس حبس خويا. نحي يدك. صحي يدك. نحي يدي خويا. هاك سي بلاي تفهم يسكنوا هنايا؟ سير لا فامي هادو يسكنوا. هادي نطلعها لهم خويا. وعلاش انت تسكن لهنا في الديزويت؟ قريب ان شاء الله خويا قريب. هاي راه تلعب العراك. هيا صاي خويا واش بيه هذا زعفان؟ كوم سا فو ما في خاي كوم سا كوم سا لعبتوها بيا وكوم سا وكينم وكينم. هات فتحي طلع على جالي. هي مون فاكتور حبيت تحسدني. يوم نديها ليلي قاع على خير. حبيتك انا من قلبي ليليا عافا عليك ما نخبي. خويا حميدو مساء الخير صافاك مليح؟ بور لو مومون صافا. واش راح يصرا شويه دوكا العلم لله. لكن والو خويا حميد انا نزرع في الود هنايا. نزرعو غير برا حنا تنبطي ما تنتريح مليح. نزرعو على الود في البيطون. البيطون هذا يعني حميد ما كاين والو. واش بيك؟ غير الخير. واش بيك بالطاشه مايك تاع رقبتك؟ نعم انا نشوف نعلقها حميد الورده هذه. راك حاب نعلقك؟ يا حميد انا حبيت نعلق انا باش كون تخرج تشمها تقول نعلقك. على الغابه تاع بوشاويه في الورده تاعك وقلع سيرفاتمون كاويتشو. حميد تاخويا صاحبي تهضريش على السيرفات بعثوها لي من انجليز كابا. هادي الانجليز هادي حباك لاكو فيها فاميتي فيك ديادوره. هادي حميد على بالك لي مراك تشبه اسواس فونتوم. هيا تا روح قلع يا حبابك ما نسيتش نلقاك الدور هنا. حميد ضربتني على بالك؟ انا ضربتك. يا حميد مالك تمهبل هكذا علاه؟ خلاص حميد ما تزعفش قول لي عمي حكيمه مليح؟ لاباس. خالتي نصيره؟ لاباس. لي رياض؟ لاباس. راسي مليح؟ لا الحمد لله. وقول لي انا عم بس ليلي مليحه؟ يا حميد امشي اشفى حميد. طولها حميد اليوم شويه غير الخير. علاش باش ما تسحق شيخ؟ هنا وليدك رياض راك تعرفني درداك. كيما يقول مثل هذاك كي سحقيتك يا وتشي ندبوك الطوطه. صباح كي سحقيتك تعاوني ما صرتكش. معاوني الجيران معليش.
انا باك شو نعاونوه. ايه لسان بوزلوف راكي طويتيه صباح بزاف ما تزيديلوش حشيه. حامل جيت في مش بابو يلعب غير واحد فرد. شفتو هذا شفتو ماما شكون عاونه شغل لك رشدي صايي طرطقتيها هذا وش كنت تحاول تديري؟ تفهموني ها؟ تفهموني تفهم حميد ما تنواش ما تنواش سمعت رشدي بزاف ما تنواش غير بالعقل ما تديرش عليهم هذو مسوسين ما تديرش عليهم تيا وش كاين؟ يقدر يقول لي صباح الخير مع العشية صباح الخير نورمال ما انا اللي نهبط نقول لهم صباح الخير يقول لي صباح الخير وش فيها؟ مع العشية لا لا هو تلف له الليل بالنهار وتلفت له مسكين يقدر يغني لي يما تيما لحقنا اللغنة شيخ لحقنا اللغنة حميد وانت كي تهبط تغني لي دحمال الحراشي وطالع بعمر زيك شو واحد هضر معاك صح انا نغني لعمري انا ما نغنيش يا ودي ما عنده حاجه فيها يندب عليها هذه مسوسه عند بالك ما كاين ما كان والو يدندن مع راسه والورد اللي يجيبهم لي شيخ ما تظلموش ولاد الناس حبسوا الورد تاعي نسيتو لتحت وطلحوا لي مسكين ما كان والو بليتو والورده اللي كانت معلقه في الباب تاع من يما تيما صايع جيبكم الحن وطوا هكذا طرواس يا مرحلي نوض يا طويل الكايمه نوض ما تفهم معك زيدي تيعكي الحكي وقولك على روحك في شنبرتك الاخرى راكي راحت لي غير بالعرض نوضي انت يا غير ما تسلك غير فاطمه نحرش عليك فاطمه امشي ان شاء الله تضربك بعين وطرطق لك هذاك لا يا رشدي وعلى وجد انك للورده فيها الشوك ولا غيرها دقك ما تسخد ما تبوجي ريحنا براشي